انزين شوفوا شلون دحنا لونها. واذا اللي اشتروا العطر دفعوا 200 وشي، حاولوا انكم تكسرون العطر، شوفوا الزيوت نفس اللون ولا مو نفس اللون، نفسه بالضبط ومتعدد الاستخدام. شوفوا احنا بارشه على ايدي، شوفوا شلون زيوت عاليه، نفس الريحه بالضبط. شاريب كم؟ 20 دينار. اللي ما عنده ميزان يشتري العطر قصه جديده، سعره الحين بطرفه 20 دينار كويتي، اتوقع مع الخصم هم 17 دينار يوصل السعر عادي. قولوا من طرفي يمكن 17 دينار تعطيكم العطر بلاش. مع احترامي لعطورات قصه، بس ان احس السعر وايد اوفر. ليش اوفر؟ ما ادري، اتوقع بسبب الغلاف او شيء. بس شنو مكونات العطر؟ كمبودي، مسك، عنبر، في شيء حلو ثقيل حلو، نفسه بالضبط. انا خذيته العطر استخدام وقت مناسبات، خذيته انا من طرفه 20 دينار بدل لا ادفع 230 دينار، وايد غالي. وشوفوا الزيوت شلون عاليه، احطها على ايدي على جسمي، الريحه